السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. انتوما تشوفوا في تطور الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، رغم اللي كثير منهم يعني قال لي شهمك في رب الشرق الأوسط، الهاب شمال إفريقيا وشنو اللي يحدث في الريف واللي يحدث في تونس واللي يحدث في ليبيا. شئنا أم أبينا احنا الان مرتبطين بالشرق الاوسط. اول حاجه، هذه مساله واضحه وبينه. المساله الثانيه، الشرق الاوسط ولو حتى نكونوا مستقلين عليه هو امتداد ارضي لمنطقه شمال افريقيا. وانتم تعرفوا اللي يحدث في الشرق الاوسط دائما يؤثر على شمال إفريقيا، وخاصة أن الحكومات اللي تحكم في شمال إفريقيا كلها متورطة للعنكوش مع مشاكل الشرق الأوسط، سواء الخليج، سواء إيران، سواء تركيا، سواء فلسطين. اللي يحدث في الشرق الأوسط يؤثر على سياسة شمال إفريقيا. صحيح احنا ماذا بينا أن الدول متاعنا تولي مستقلة وما عادش مستعمرة لا من الشرق ولا من الغرب، ولكن في الوقت الحالي مجبورين ومطلوبين باش نشوفوا الأحداث ونتبعوا الأحداث اللي توقع في الشرق الأوسط. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي حبيت نحكي عليها، بعضهم يقول لي قطع العلاقات السبب متاعو ان قطر ما دفعتش الفلوس الأمريكية، البعض الآخر يقول لك لا فما اتفاقيات غازية مع روسيا هو سبب قطع العلاقات، البعض الآخر يقول لك العلاقات الاقتصادية مع إيران هي اللي خلات قطر تعمل اللي عملته. منعرفش أنا علاش ديما العقلية نتاعنا بصفة عامة احنا في عود نوزر للأحداث كما هي ونتابع تسلسل الأحداث، ديما نحاول باش نبحث على شكون وراها. هذه عقلية عنا، عقلية هكاكا مع الأسف، فهمت؟ ربونا ديما ان شنو السبب، تيجي يهمني في السبب، باش يهمني في الكون هذا شكون خلقه، اعطيني نفهم الكون هذا كيفاش يمشي، باش يهمني في الإنسان شكون خلق ربه، اعطيني نفهم الإنسان كيفاش ظهر. هذا هو السؤال المهم. احنا نشوفوا تطور الاحداث يعني بطريقه سريعه، خاصه اليوم الهجوم اللي وقع على مرقد الخميني وعلى البرلمان الايراني. طبعا كثير منكم ما يعرفوش سياسه ايران وما يعرفوش الوضع في ايران والوضع القديم من السبعينات شنو وقع يوقع في الشرق الاوسط، بل ابعد من السبعينات، من قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية. كما قلت لكم في الفيديو السابق أن الإرهاب الإسلامي السني راعيه وحاميه وهاديه وممول متاعه، معناتها سواء ماليا سواء عسكريا، والإيديولوجية متاعه والتركيبة متاع التفكير متاعه سعودي. لازمنا نكون واضحين، والمذهب الوهابي اللي وراه المذهب السلفي وابن تيمية وتعرفوا بقية الحكاية. يعني اتهام قطر بالإرهاب هذه حكاية فارغة بالنسبة لي، لأن قطر اللي عملته دعمها للإرهاب بمساعدة وبإذن السعودية ودول الخليج، غير أنه قطر كما نقولوا وإحنا لعبت ببعبوسها وبدات توزع وتدعم في الإرهاب حتى لين فلت منهم الأمر. هو ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش، شيء طبيعي ما عجبهمش، على خاطر المجموعات الإرهابية من اللي كانت تحت سيطرتهم كثير منهم ولاو مش تحت سيطرتهم. والسعودية ودول الخليج والحلفاء متاعها يحبوا المجموعات هذه الإرهابية تخدم مصالحهم أو مصالح أجنبية متاع الحلفاء متاعهم أمريكا وأوروبا وغيرها. الاتحاد العالمي الكل
لمحاربة داعش اللي فلتت منهم السعودية قتلهم إيش. أنا باش نحاولوا نرجعوا داعش لبيت الطاعة، اللي رجع رجع واللي ما رجعش دبروا راسكم فيه. وقع الهجوم ومحاصرة الموصل، وأكيد معناتها داعش سوف تنتهي في الموصل في العراق. وقبل أيام الهجوم على الرقة بتحالف أمريكي غربي، فهمت، إيراني سوري سعودي من أجل القضاء على داعش. هذه مسألة واضحة وبينة ولاحظوها. احنا خلينا نشوفوا الآن مش من بعدوش بعيد شنو هو القوى اللي موجودة في الشرق الأوسط. عندنا السعودية مع حليفها أمريكا، ودول الخليج والدول الإسلامية اللي تدعم السعودية، هذه قوة واحدة. وعن القوة الثانية هي قوة إسرائيل، هذه واحدة، هذا حليف أكيد 100% الأمريكا ولا الغرب. أما بالنسبة للسعودية والحلفاء متاعها الكل، هذوما مجرد مأجورين، يعني باش يحطوهم في الواجهة. وعندنا قوة أخرى نسبيا معناتها نجم نقولوا مستقلة، ولكن طبعا مع التحالف الغربي الأمريكي، هي القوة التركية. وطبعا عندنا إيران اللي هي قوة إقليمية كبيرة جدا، واللي تكلمت عليها سواء معناتها قبل وسواء توا ومازلت نتكلم عليها رغم خطورتها، لأن إيران تعرف تلعب، إيران تلعب داخل السياسة الدولية. إيران عندما تحب تقلب الأمور ما تبعثش جيش، لا، عندها عناصر داخل المدن وداخل البلدان تخدم فيهم، عندها 30 سنة. وأنا قلت في عدة مقالات وقلت في الكتاب نتاعي، ورغم اني معناتها يسالوني ديما يقولوا لي الكتاب نتاعك وقتاش باش يخرج، الكتاب نتاعي كان باش يخرج في شهر 3، ولكن وجدت دار للنشر وسوف معناتها يتم طبعه وخروجه قريبا، وهو يمثل معناتها معلومات وتسلسل تاريخي لما حدث من السبعينات الى الان، سواء في تونس سواء في الشرق الاوسط سواء في اوروبا، على حسب تجربتي الشخصية. تعرفوا لي أنا كنت في إيران ونعرف إيران، يعني في بداية الثورة عام 1983 كنت عايش في إيران ونعرف شنو قاعدين يحفظوا وشنو قاعدين يعملوا، وتكلم على هذه الأمور كلها. إذا إيران ذكية وتعرف كيفاش تلعب، فهمت. إذا هذه معناتها النقطة لازمكم تفهموها، يعني إيران تلعب كيما أمريكا وكيما روسيا، تبحث على حلفاء وتتعامل معاهم. الشيعة اللي في مصر تو تشوفه، في المستقبل تو تشوفه، والشيعة اللي في شمال أفريقيا سواء في تونس سواء في المغرب في مدينة طنجة، خاصة في مدينة طنجة ومكناس، فهمت، والتواجد بتاعهم، وحتى في الجزائر نواحي معسكر ونواحي عنابة وألجي. إذا إيران تعرف تلعب، ماهيش بهيمة، ما تجيش تبعث جيش، تعرف هي حتى في حربها مع صدام ما هجمتش على صدام، وإنما استفزته بالشيعة العراقيين اللي في الداخل. هذا اش عملت إيران، بينما السعودية مع الأسف والسياسة السعودية هي سياسة حمقاء، فهمت؟ تعرف منها حمقاء؟ يعني شنو قاعده تعمل تو؟ هاو الامارات اي واحد يأيد قطر دخلوا للحبس، هاي السعوديه كيف كيف؟ يسخايبوا، مازلنا عايشين في 400 سنه التالي ولا في 1400 سنه التالي، يعني مازالوا يعتقدوا ان التعتيم الاعلامي والارهاب الفكري والنفسي ومنع الناس من الحديث يمنعهم من التفكير ومن العمل. يعني الحرب مع إيران، إيران نعتبرها خطر على الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط
يجب أن يكون مستقل، لا تحكم فيه إيران، لا تحكم فيه تركيا، لا يحكم فيه الغرب، لا تحكم فيه أمريكا. لازم يكون عنده الشخصية نتاعو. صحيح حكام الشرق الأوسط ما يسواوش بسقة، لازمهم يكونوا عملاء، يا أما الإيران يا أما الإسرائيل يا أما الأمريكا، لازم هذه طبيعة فيهم إنهم لازمهم يكونوا عملاء. من عشنا هذه فقط ثقة في أنفسهم أو ماذا؟ رغم اللي عندهم كل شيء، عندهم الأموال وعندهم كل شيء. إذن السعودية في الحقيقة ما هي إلا بيدق لأمريكا. كان نجح في مواجهة إيران نجح، كان ما نجحش عندنا تركيا وعندنا إسرائيل، وحتى كما نشحوش هذوما الكل عندنا الأكراد نزيد ندخلوهم كمعنتها طابور زايد. فما الأكراد اللي توا قاعدين يحضروا فيهم ويقويوا فيهم، سواء في شمال سوريا سواء في العراق سواء في تركيا، بل الأكراد هي ورقة يضغطوا بها على تركيا باش تنفذ سياساتهم. وهذه السياسة راه السياسة معناتها كيما نقولوا احنا، كيما يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، والسياسة ما ترحمش. هذه مسألة واضحة، السياسة ما ترحمش، لأن السياسة متاعنا أو سياسة العالم تقوم على نظام الغابة، على النظام الحيواني. مازلنا ما وصلناش مرتبة الإنسانية، مازلنا نغزر الآخر عدو، مازلنا ما نحترموش الشعوب. كنت نحكي مع جماعة معناتها عرب من الجزيرة العربية، قلت لهم يعني كنت تحب معناتها الجزيرة العربية والعرب يقفوا في وجه إيران، مش بهذا الأسلوب، مش بأسلوب الكبت وأسلوب المنع وأسلوب الطرق هذه، مش بالطرق هذه. لازمهم يتفتحوا على العالم، لازمهم يطوروا المجتمعات متاعهم، لازمهم يعطيوا الحرية، لأن في المستقبل المنتصر هو اللي يحترم شعوبه، اللي يعطي الحرية. لازم زعماء تاع دول الشرق الأوسط يعترفوا بالشعوب، سواء الشعب الكردي سواء الشعب الأمازيغي، ويحترموا الدول الأخرى، مش يحطوهم طابور بأموالهم يشروهم بأموالهم. من السهل راهو تلقى 4-5 من الناس تشريهم في أي دولة، هذه مسألة واضحة. ولكن هل سوف يكون حليف فعلي؟ تحبر ما تضعف تسقط. هي دول الخليج كانت تعرف اللي صدام، ورغم عن إجرام صدام كان هو الوحيد اللي فاهم الخطر الإيراني. وأنا كتبت مقال عام 1990 قلت سقوط العراق هو بداية الإرهاب، وإرهاب أخطر من إرهاب متاع المقاتلين اللي رجعوا من أفغانستان، لأن صدام كان سدد عليهم باب بلا. شوفوا إيران، سوريا، العراق، لبنان، اليمن، به البحرين استعمرتها السعودية باش ما تسيطرش عليها إيران، وقطر، فهمت؟ نغذروا للواقع، شيلنا في الأسباب، تتقارب نحو إيران. الآن ماشي في طريق إيران على خاطر خواتها، فهمت، نكروها، رغم اللي هما كانوا مشجعينها وهما اللي واقفين معاها وهما يقولوا لها اعمل واعمل. شبيه ما تكلموش قبل، شبيه توا تكلموا. ان هدف السعودية هو جر إيران في حرب، لكن ما تحبش هي تبدا، اذا تستفز. ولكن تأكدوا ان إيران لن تستفز، والدليل الحرب الإيرانية العراقية. يعني إيران قعدت لآخر لحظة وما هجمتش العراق، حتى العراق هجمت إيران. يا أخي انتم تستهينوا بالجندي الإيديولوجي،
صاروا الجندي الإيديولوجي وإيديولوجية الإسلام هي تجعل من الجندي المسلم شيعي أو سني. هو أقوى جندي في العالم. ما فهمناش. لا شيوعية، لا يهودية، لا مسيحية، لا حتى شيء. أي دين في العالم. الإسلام هو الوحيد، والإيديولوجية الإسلامية هي الوحيد اللي تنجم تخلق جندي لا مثيل له. كما قلت لكم أنا كنت في إيران ونشوف البسيج حرس الثورة، فهمت؟ وشوفوا توا مثلا داعش، وفي أفغانستان المجاهدين الأفغان يعني كيفاش يقاتلوا، وشفتوا الفلوجة في العراق وغيرها. إذا هنا عندنا زوز أنواع من الجنود، جندي بإيديولوجية شيعية وجندي بإيديولوجية سنية، وهذوما أخطر جنود في العالم بلا نقاش. فهمت؟ كي نقول لكم أخطر جنود مانيش نضحك. علاش؟ على خاطر الإسلام البنية متاعو، التكوين متاعو هو أنه يخلق جنود أتم معنى الكلمة. تصور كان توقع مثلا هجوم على الأرض من كوكب آخر، اللي نجم يدافع على الأرض هما المجاهدين المسلمين. كان هجموا مثلا مخلوقات فضائية مارس ولا حاجة هجموا على الأرض، صدقني المسلمين لما يعيفوهم في رواح، لما يفجروهم الكل. إذا توا الغرب وأمريكا قاعدين يشعلوا في نار يعني ما تنجموش تتصوروها. تعرف العلاقة من بين الناس، من بين المسلمين، يقول لك المسلم للمسلم كالجسد الواحد. توا واحد سني يبدأ قاعد على روحه في باريس ولا في لندن ولا في أمريكا ولا في أستراليا، ويشوف خوه يتقتل ويتقصف، إيش تحبوا يعمل؟ هذه العلاقة اللي تربط المسلم بالمسلم تخلي ما يحتاجش يعني نجيو معناتها نعبيو له مخه، تي غير يشوف التلفزة، يقوم يخرج يفجر روحه. شوفوا مثلا البارح في كنيسة نوتردام في باريس، يعني واحد جزائري خرج بسكينة وطلقة وهاجم على الناس. وهذه العملية مش تتكاثر، خاطر هنا مسألة موت أو حياة. نفس الشيء، تصور أنت تقوم حرب سنية شيعية، كل شيعي في العالم ينجم يقتل سني، وكل سني في العالم ينجم يقتل شيعي ما غير تنظيم، في أي بلاصة، غير جاره، غير خوه، غير مرته، غير ولده، ينجم يقتل. لأن الجانب العاطفي، احنا الشعوب عاطفية، والإسلام يركز على الجانب العاطفي داخل الإنسان، وهذا خطر كبير، لعب كبير جدا. إذا معناتها السعودية توصيات أجنبية وبتحالف، يعني هم يحبوا يعملوا سعودي، يعني حتى إسرائيل تدعم السعودية وتركيا تدعم السعودية، مش مشكلة. وهناك الأكراد ينجموا يدخلوا في اللعبة، ونتمنى أن الأكراد يكونوا أذكياء وما يدخلوش في اللعبة. ولكن زاد الواحد يقول كي ما يدخلوش في اللعبة، راهي إيران باش تكتسح الخليج كله، راهو عندنا نسبة كبيرة من الشيعة داخل السعودية، البحرين كلها شيعة. ياخي توا السعودية كانت تحب تحتل قطر، ما تنجمش تحتلها، تنجم تحتلها. ولكن كما قلت لكم في فيديو سابق، يا اما يخليوا فيها هكاكه، يا اما خطه عندهم باش تحمش الحرب هذه، فهمت، ويستعملوها، يا اما بالفعل هي مدعومه من ايران واعطت الولاء نتاعها لايران. حتى اني سمعت ان فريق من حارس الثوره يعني جاء يحمي قصر تميم في قطر، وعندهم علاقات اقتصادية بالفعل، ويمكن قطر وتميم اختار الحلف الإيراني الروسي، ممكن، فهمت؟ هذا كل شيء ممكن. إذا اللي حبيت نقول في الفيديو هذه، راهي هذه الحرب باش تهبط بالويلات على الجميع. وانتم شفتوا الحرب العراقية الإيرانية، وعرفوا أن إيران
عندها جيش ايديولوجي منظم وغير منظم ومنتشر في جميع الدول الإسلامية وفي العالم وتحت ايديولوجية قوية جدا. إذن هذه القوة تاع الجيش الايديولوجي الإيراني لا يمكن مواجهته إلا بجيش كما جيش داعش ولكن عنده قوة السعودية. يعني لو داعش سيطرت على السعودية وعلى دول الخليج وكونت جيش ايديولوجي فهمت سني على التنظيم الداعش الأصيل يمكن في هذيك الفترة يمكن وقتها إيران تاخذ 1000 حذر. بينما تكوين جيش تحت حكومة غير شرعية وغير إسلامية كالسعودية من السهل على إيران القضاء عليها، من السهل، تأكد من هذا، من السهل إيران القضاء على أقوى جيش سعودي وإن كان مدعوم بأمريكا والغرب وإن كان مدعوم بإسرائيل من خلف وتركيا، لأنه يعتبر غير شرعي ومستحيل المسلمين ينضموا إليه. كان باش ينضموا إليه باش ينضموا في إطار القانون الدولي كجنود عاديين كمرتزقة، ولكن ما يكونوش جيوش إيديولوجيين يحملوا الإيديولوجية الحربية الداعشية السنية. هذه مسألة واضحة وبينة. وهذا اش تحب تعمل السعودية؟ هذا اش تحب تعمل؟ تحب ترد روحها هي بالفعل فهمت خليفة للمسلمين السنة وتجمع تحتها الجيوش الإسلامية السنية، ولكن كما قلت لكم ما عندهاش الشرعية، ما عندهاش الشرعية الدينية، بينما داعش عندها الشرعية الدينية. الناس في كل بلاصة فهمت يقفوا معها حتى كان تم إسقاطها بعد شهر أو شهرين باش تنتشر في كل العالم. هذه معناتها مسألة واضحة وبينة. هذاك علاش نقول راهو اللي قاعد تعمل فيه السعودية الآن هو خاطئ وسوف يؤدي إلى نهايتها. والغرب راهو ميهموش فيها. الغرب وأمريكا خذوا الفلوس وباش يحطوها في الواجهة ومن بعد وقت تاكل تريحة فهمت يخلوها ساعة باش يدعموها بإسرائيل من خلف، خاطر إسرائيل ما تحبش تضرب مباشرة حتى هي فهمت، ويحطوا التحالفات الكل تحتها ويحطوها هي في الواجهة والمسلمين الموالين لها الكل يحطوهم في الواجهة، ونهار اللي تاكل تريحة يمشيوا يتفاوضوا مع إيران ويتفقوا معها عادي. فهمت؟ تعرف السياسة الغربية لا عندها لا ضمير لا إنسانية لا إحساس، عندها غير المصلحة. انهارت اللي الغرب وأمريكا يشوف اللي السعودية ما عادش تخدمهم يبيعوها في نهار كما باعوا صدام بعد لا 8 سنين وهو يحارب ضد إيران، باعوه فهمت بلاش فلوس وعدموا. لكن وقتاش يفهموا أهل الخليج هذه المسألة؟ وقتاش يتحل مخهم ويفهموا؟ مع الأسف فعود يتقربوا لشعوبهم، فعود يعاونوا فهمت المجتمعات متاعهم، فعود يحترموا الدول الإسلامية الأخرى، لا يواصلوا في الطغيان متاعهم ويسخايبوا فلوسهم هي اللي باش توصلهم. فلوسهم ما هي باش توصلهم شيء، لأن الإيمان هو أقوى شيء يمكن توجه به الغرب. والإيمان عندنا احنا، غير الإيمان متاعنا غلط، غير الإيمان متاعنا متجه نحو إسلام وخرافات وأديان. كان جاء الإيمان متاعنا نحو الإنسانية ونحو حاجات مهمة ومعندها ومساعدة الضعيف والوقوف مع الضعيف والمظلوم الحقيقي الفعل بدون تمييز من أجل الإنسانية، صدقني صدقني حتى قوة في العالم تنجم تقف قدام الإيمان، والإيمان عندنا.
غير هو غلط. هذه المسألة اللي حبيت نقولها. واعرفوا إن إيران سوف تخرج منتصرة من هذا الحرب لو تواصلت الأمور على هذه الوتيرة. راه النظام الشيعي ليس مثل النظام السني يقوم على الهرمية وعلى نظرية ولاية الفقيه والطاعة العمياء. يعني شفت المرجع الأعلى أو ولاية الفقيه في مقام محمد، يعني وقت يعطي أوامر لنقاش فيها. صحيح فما معارضة في إيران ولكن تعتبر قليلة. إيران تعتمد على ياسر حاجات، تعتمد على الجيش بتاعها، تعتمد على المتطوعين البسيج، تعتمد على أنصارها حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي، وتعتمد على الشيعة اللي موجودين في كل بلاصة في العالم، سواء في شمال إفريقيا، سواء في مصر، سواء في بقية المناطق، باكستان وغيرها. إذن اللعب بالنار باش يكلفنا ياسر. هذه تطورات الأحداث ما تنبأش بالخير. ونتصور أنا معناتها ما تقومش حرب صعيب، على خاطر توا بعد التجربة متاع العراق وإيران، الحرب العراقية الإيرانية، ما نظنش باش تكون هناك مواجهة مباشرة، وإنما باش تكون مواجهة غير مباشرة. أنا نعمل لك عمليات هوني، وأنت تعمل لي عمليات هوني، وأنت تحرك لي جماعة هوني، وأنت وشكون يخلص؟ الشعوب الشرق الأوسط هي اللي تخلص، لأنها ماهيش واعية وما زالت تتقاد من طرف فلان أو من طرف فلان. إذا اللي حبيت نقول معناتها في الفيديو هذه، لو معناتها بالفعل منطقة الشرق الأوسط تحب تعيش بخير، هو إنها تخرج من اللعب هذه الكل، سوى أمريكا، سوى إيران، سوى الغرب، سوى أي شيء، وتفكر في مصلحتها وترفض أي تدخل أجنبي. هذه حاجة. حاجة ثانية إنها توقف من التخريبات اللي تقوم بهم في الدول الأخرى وشريان الناس بالفلوس، وتعطي الشعوب حقوقها. لو مثلا السعودية اعترفت بالأكراد مثلا، واعترفت بالأمازيغ، واعترفت بحقوق الشعوب، ها؟ صدقني جوعان وما يمشيوش لغيرها باش يطلبوا الدعم وما يتحالفوش ضدها. ولكن هي مع الأسف مانيش فاهم أنا كيفاش يخمم، مانيش فاهم صراحة، مانيش فاهم في الحقيقة. هذه الفيديو أنا عملتها هكاكا، يعني نشوف في تطورات الأحداث ونتصور اللي السنة والعام الجاي كما قلت لكم زاد في فيديو سابق وقت قتلوا النمر، قلت لكم بداية سقوط السعودية. بالفعل لولا التدخل الأمريكي ودفع الجزية لحمايتها راهي السعودية سقطت. ما تنجمش تواجه لأنها عندها أعداء في كل مكان، وهي راعية الإرهاب السني، والآن تحب تكسبه وتوجهه اتجاه الشيعة. هذاك اش قاعدة تعمل توا، كما عملت وتقامت الدولة السعودية والمجازر اللي عملتهم في السعودية وفي العراق وغيرها اللي ما يتصورهاش العقل، حتى سقطت الإمبراطورية العثمانية. ومع الأسف نشوف كثير من اللادينيين والملحدين يا إما صامتين يا إما يأيدوا طرف ضد طرف، رغم أن نقولها بكل صراحة وقلتها، رغم فساد السعودية وفساد حكام الشرق الأوسط وعاملتهم، ورغم الانحطاط اللي يعيشوا فيه ومنع الحريات والكذب والسرقة والعمالة، رغم هذاك الكل أهون من إيران تستعمر منطقة الشرق الأوسط. ونجم نقولوا احنا توا 50% من منطقة الشرق الأوسط مستعمرة من طرف إيران، والخمسين الآخر مستعمر من طرف الغرب. هذه حقيقة لازمنا نعرفها، وأتمنى أن لا تتطور الأمور إلى حرب فعلية، لأن أتأكد لو قامت حرب فعلية سوف تكون الحرب العالمية الثالثة. ولكن أتصور ليس الآن، ما زالوا باش يعملوا مناوشات، هذا يضرب هذا، هذا يضرب هذا، هذا يضرب هذا، ويمكن دوم سنوات، يا إما واحد يسلم، فهمت؟
وإلا يدخلوا في مواجهة فعلية. شكرا على المتابعة، ومع فيديو قادم، وبسلام.